التراث الثقافي السوداني إلى آلاف السنين، ويفتخر السودان بوجود المعابد النوبية القديمة وإهرامات، وينسب إلى السودان إلى منطقة إهرامات البجراوية أنها مسقط رأس تقنيات صناعة الفخار والمعادن الحديثة. والآن يخوض علماء الآثار والمنسقون والأكاديميون والمتطوعون السودانيون قتالا شرسا لحماية هذا التراث. سعيد شحاتة سأل الدكتور بسام شماع المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات عن ما يمكن عمله لإنقاذ هذه الإهرامات وغيرها من الآثار. على مدار التاريخ وقت الحروب كان هناك دائما المحاولات لإنقاذ الآثار، مثل ما حدث في الحرب العالمية الأولى والثانية وحرب اليمن وحرب العراق وسوريا وغيرها. وبالتالي بالنسبة للسودان الشقيق نحن نتكلم عن أكثر من 200 هرم، نتكلم عن معابد كبيرة جدا، معابد أثرية كثيرة جدا وتماثيل، ولدينا أيضا متحف الخرطوم المكتظ بالآثار الثمينة جدا. وبالتالي من هنا منادات العالم. الحل الأول هو مناشدة العالم عبر اليونسكو واليونسكو وكل المنظمات المعنية بحماية الآثار طبقا للاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 في باريس، والتي اشترك ووقع عليها أكثر من 190 دولة. فأعتقد أنه الوقت قد حان، وربما يكون الوقت متأخرا، ولكن نستطيع أن ننقذ ما يمكن إنقاذه بأن تلك الدول تبدأ التحرك الرسمي في حماية تلك الآثار عن طريق البعث بالمتخصصين والبعث بفرق الإنقاذ والحماية لهذه الأهرامات ولهذه المساحات، لأن هذه الأهرامات موجودة في السودان في مساحات، وخصوصا في منطقة الشمال، شمال السودان. هذه المجاميع من جيوش الحضارة، نطلق عليها جيوش الحضارة. جيوش الحضارة هذه بتكون أيضا مدعومة بالأمم المتحدة ومدعومة بالقوات متعددة الجنسيات، والتي منوط بها أن تحمي تلك الحضارات وتلك الأثار. هل في وقت الحرب هل يستمع المتحاربون والمتقاتلون لصوت العقل وتدخل الأطراف الخارجية لحماية هذه الأثار؟ في أغلب الأوقات لا، أقول لك الصراحة، يعني في أغلب الأوقات لا يستمع المتناحرين لصوت العقل عندما يأتي الموضوع لحماية أثر أو كذا. فطبعا الفكر بيبقى فكر حربي عسكري انتصاري، يعني هو يريد أن ينتصر على الآخر ويريد أن يأخذ جزء من الأرض أو يحقق أهدافه الاستراتيجية أو العسكرية. وبالتالي موضوع الأثر والحضارة يكون ليس في المرتبة الأولى. الحق أقول لك لا، ولكن محاولاتنا يجب أن لا تتوقف عند هذه الله. الدكتور بسام شماع المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات.